عليكم. اليوم نكملوا في الفيديو الثالث، غادي نحاولوا نتناولوا ثالث مرحله اللي هي مرحله الدياغرام. كما شو تناولنا مرحله لي رياكسيون دي زابوي، وتبعنا لي كيفاش كنكالكيليو لي زيفور ترونشو ولي مومون فليشيسون. حاليا كيفاش غنمثلوا هاد لي زيفور ترونشو ولي مومون فليشيسون؟ باش نمثلوهم، اول حاجه دائما كناخذوا لي شارج اللي كان عندنا والشكل اللي كان عندنا الهندسي في الاول، وكنحترموا المسافات. هاد المسافات اللي كتشوفوا معنا هنايا، حنايا قسمنا دابا هنايا درنا واحد اللين، هاد اللين ديال لي زيفور ترونسون، ديال لي زيفور ترونسون كنرمزو لهم تي دو اكس. تي دو اكس دائما الموجب فيهم كيكون الفوق والسالب كيجي لتحت. اشنو كنا لقينا؟ لقينا في المجال صفر حتى لواحد فاصلة جوج، لقينا بانه في الصفر تي ديال صفر خرجت لينا ناقص 3.65. نحطو بوان في ناقص 3.65، وفي تي ديال 1.2 خرج لينا ناقص 19.25. اذا اللي كنحطو النقطة الثانية هنا وغنربطو بيناتهم بواحد الخط. في المجال الثاني، المجال الثاني كيبدا منين سال هذا المجال اللي هو زعما من 1.2 حتى 5 زائد 1.2 اللي هي 0.2. بون، اذا هنايا قسمنا هنايا تاع الخمسة، غادي نجي ونشوفو 1.2 في السيكسيون الثانية ماشي السيكسيون الأولى. المجال تاع السيكسيون الثانية شحال عطانا؟ عطانا 32.50. إلا شفتو رجعتو للدرس وغادي تشوفو تي دو إكس من في المجال الثاني، مني عوضناها بلاص تي دو إكس درنا تي ديال 1.2 غتلقاوها خرجت ليكم 32.50. غادي نجيو غادي نديرو ديال 6.2، يعني لا صوم ديال هاد المجال هذا اللي هي نهاية على المجال الثاني. مني عوضنا ب 6.2 لقيناها خرجت لينا ناقص 32.50. ناقص 32.50 ها فين جات؟ اذا حنا كنمشيو على حساب هاد لافا ديال السيكسيون الثاني ونحطو القيمه اللي خرجت لينا. اذا غنمشيو دابا السيكسيون الثالثه اللي كتمتد من هنا حتى لهنايا، غادي نبداو البدايه ديالها شحال كانت خرجت لينا. مني عوضنا ب 0.2 في السيكسيون الثالثه، 0.2 عطاتنا 19.25. اذا نحطو البوان هنايا 19.25. وفي النهايه عبرنا شفنا تي دو اكس شحال عطاتنا في هذاك المجال النهائي اللي هو المجموع ديال 7.4، عوضنا ب 7.4 في المجال الثالث وخرجت لنا 3.65. حطينا البوان هنايا وفي الاخير ربطنا ما بين لي بوان وخرج لينا هاد الشكل اللي كما كتشوفوا هنايا بوزيتيف. دائما هذا هو الصفر، هنا بوزيتيف، هنا بوزيتيف، هنا نيجاتيف، هنا نيجاتيف، وكنديروا هاد الشريطات هذايا بمعنى بان المجال اللي بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادشي بالنسبه لتي دو اكس. بالنسبه لي مومون فليشيسون كيكون السهم ديالها هابط الاسفل، بمعنى ان الموجب هو اللي لتحت والسالب هو اللي في الاعلى. لذلك وكيبقى دائما هو الاستمراريه ديال الشكل الاول هو اللي كيقسم لينا السيكسيون، كيقسم لينا اش كنقولوا المعلم ديال تي دو اكس، وكذلك المعلم ديال لي مومون ام اف دو اكس. ملي درنا الام اف دو اكس، اذا هذاك المعطيات اللي قلناهم بالنسبه للتي غادي نقولهم بالنسبه للام. اذا ملي غنمشيو لومومو غادي نشوفو لومومو الاولى شحال خرجت لينا، وضروري قلت لكم في لي مومو كيخرج لنا الاولى زيرو ونهايه المجال الاخر زيرو، اي اننا ملي نعوضو لومومو بزيرو، لومومو فليشيسون ديال زيرو خص يخرج لنا الخارج زيرو باش نقدروا ننطلقوا من زيرو. هو خرج لينا زيرو اذا انطلقنا منه. بالنسبه ملي عوضنا في المجال الاول اللي من زيرو حتى لواحد فاصله جوج، جينا عوضنا عاوتاني بواحد فاصله جوج. ملي عوضنا بواحد فاصله جوج شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا ناقص 13.75. وهنا كنعاود نذكر باننا ملي غنخدموا لي مومو النقطه اللي خرج ماشي بحال تي دو اكس، النقطه اللي خرجت لينا في لي مومو في نهايه المجال، مثلا المجال الاول اللي سال لينا في 1.2، المجال الثاني بدا حتى هو انطلاقا من ديك النقطه. اذا الخارج تاع المجال الاول، يعني الا درنا تي الا درنا ام لو مومو فليشيسون ديال 1.2 في المجالين بجوج خاصها تعطينا نفس الخارج. هادشي اللي بغيت نقصد لكم. الا رجعت معاكم غير هنايا دغيا نضربوا اطلاله وغنفسر لكم اشنو هادشي اللي قلت لكم. هنايا فين هما لي مومو؟ لي مومو في المجال الاول اللي من 0 حتى ل 1.2 اشنو عطانا؟ عطانا ملي عوضنا ب 1.2 ناقص 13.74. اذا في المجال الثاني ملي نعوضوا ب 1.2 خاص يخرج لنا حتى هو ناقص 13.74. هادشي في لي مومو ماشي في لي تي يجوز انهم يخرجوش بحال بحال. غنجيو لي مومو ونعوضوا هنايا في المجال الثاني ب 1.2 وخرج لنا نفس النتيجه. لذلك هذيك النقطه هي بدايه تاع
المجال الثاني ونهايه المجال الاول. هادشي اللي شفناه ومثلناه على شكل الرسم. هاد النقطه كانت نهايه المجال الاول وبدايه المجال الثاني. وكنشوفوا بان لومومو فليشيسون ماكسيمال خدناها على اساس 3.7. هاد 3.7 اللي كنا جبدناها مني شفنا بان لو سين تشونج علينا في تيدو اكس. هاد 3.7 هي اللي عوضنا بها وعرفنا حتى هي درناها على شكل بان قيمه 3.7 تقريبا غادي تجي هنايا وغادي نهبطوا الخط ديالها حتى لهنايا. هاد 3.7 حتى هي غنحسبوا ليها لي مومون فليشيسون ديالها وغادي نشوفوا شحال عطاتنا. وهذيك القيمه غادي تكون اللي هي القيمه القصويه من درنا لي مومون فليشيسون ديال 3.7 خرج لينا قيمه اللي هي ناقص 102.49. وكما كتشوفوا الناقصات انا حاطهم هنايا الفوق لان هادو لي مومون. غنمشيو من هنا حتى لهاد النقطه ومن هاد النقطه غادي نمشيو هذيك الساعات نهايه هاد المجال اللي اللي بدا لينا من 1.2 حتى 6.2. اذا 6.2 غادي نعوضوا بها في المجال الثاني وغادي نشوفوا شحال خرجت لينا في المجال الثاني. من عوضنا ب 6.2 لقيناها بانها خرجت لينا ناقص 13.75. حطيناها البوان هنايا وهاد البوان بالضروره في المجال الثالث انها تبدا منها عاوتاني. من جينا للمجال الثالث وعوضنا فيها ب 6.2 كما كتشوفوا هنا لقيناها حتى هي جاتنا ناقص 13.74. اذا هي اكتماليه لهذيك النقطه. اذا هذيك النقطه هي نقطه الالتقاء ما بين المجالين نهايه المجال الثاني وبدايه المجال الثالث. والمجال الثالث ملي غادي نديرو نعوضوا ب 7.4 لقيناها خرجت لينا زيرو. اذا حنا هنا فهاد الاشكال غير كنمثلوا هذوك النتائج اللي خرجوا لينا. اذا من هنا غنمشيو حتى للزيرو والزيرو هو هذا. وهنايا كيبان لينا على شكل انه على شكل تقريبا واحد البارابول. هذا هو اللي كنقولوا بارابول بحال موقع يعني على شكل بحال شي جبل اما مقعر اما محدب. هنا عندنا هنايا عندنا مقعر. علاش قلت مقعر ما قلتش محدب؟ لان هنا النيجاتيف كما كتشوفوا نتوما لا شفتوا تقولوا محدب لانه عباره بحال شي جبل. ولكن الا اعتبرنا النيجاتيف هابط لتحت راه غادي يكون هذا مقعر. الى هنا كينتهي الدرس ديالنا. نتمنى بانكم تكونوا استفدتوا وتخدموا هذا التمرين راسكم وتشوفوا امكانياتكم واش استطعتوا انكم تجسدوا هادشي في ارض واقع ولا لا. وحاولوا تخدموا تمارين والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنوا ان الله يوفقنا باش نزيدوا بكم لقدام ونقدموا فيديوهات جداد ان شاء الله.